فشاف هذا التعامل في صعوبة يحسن طرز استخدم هي بالطريقة بس إذا هاي سلطة فيطلع هذا الإكرام الموجود يعني طبعا البنات احنا استخدمنا تزاوجنا مع الفن الإسلامي طريقة الكتابة النيجاتيف يطلع طريقة هاي كلها أشكال بنات اللي تحب الطبخ في عملية نحتها دكتورنا هاي أستاذ زهير صاحب يقول هاي بمثابة الجرائد اليومية عند العراق الكريم بعد دكتور حقيقة تجربة ممتعة لا كملنا اي سيرتك دكتور هاي نبيعها لو شو يصير سجل صلت الله عليها قربي ممكن نسوي على الطين الفخار ونفخره بعدين هو على طين صلصال نعم هذا طينه معلومة بطريقة صحيحة هو مهيئة بطريقة صحيحة طين نفسه هذا معناته يسوي من الشباب طبعا دكتور عماد هواية تقنيات علمنا وهاي كانت أحد التقنيات بدنا ناخذ السجين مفدد السجين هذا النصب الحرية النصب الحرية مثلا هنا طالب هاي شوية بسرعة احنا ممكن يطلع لا تضغط اكثر تضغط وضعك هواي اعمال احنا مو ضربة استاذ بس ضربة استاذ ومعلم يعني الطلاب المجموعة أنا بعدين شلون طالعين عليه شفته في تكرار بعض الخزفيات نعم.